فابتدي أياتها الدنيا نسيني، فابتدي وأعيدي وأعيدي، فاذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. فابتدي أياتها الدنيا نسيني، فابتدي أياتها الدنيا نسيني، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا ينداء نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، أخرجي خفيقة في كل قمة، أمتي أمتي إن حين البأس يا مصدر بأسي، فاغفريني لك يا أكرم أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. نرحب بالأخ اللواء علي بن راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة، والأخ عوض الدحبول مدير أمن المحافظة، والإخوة وكلاء المحافظة جميعا، والإخوة مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة، القيادات الأمنية والعسكرية، مستشارو المحافظة كلا باسمه وصفته. نرحب بكم جميعا في مستهل حفلنا هذا، ونبدأ الحفل بخير كلام أنزل بالقرآن الكريم ومع القارئ عامر علي الجبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ندعو الآن إلى المنصة الأخ والأستاذ والشاعر القدير محمد بن سالم الأحمدي مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة ليلقي على أسماعكم كلمة مكتب الثقافة بهذه المناسبة. الأخ اللواء علي بن راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، الأخ الأستاذ عبد ربه هشلة ناصر أمين عام المجلس المحلي، الأخ قائد المحور لافندم عزيز، الأخوة أعضاء مجلس المحلي، الأخوة مدراء عموم المكاتب الوزارية ومدراء عموم المديريات، الأخوة القيادات الأمنية والعسكرية، الأخوة في السلطة القضائية، الأخوة المشايخ والشخصيات الاجتماعية، الأخوة والأخوات الحاضرون جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعاً بالخير والمسرات. صباحكم أيها الحاضرون أكتوبرياً مشرقاً بشمس الحرية، باسماً بجمال الأرض وعظمة الإنسان
متشحا بوشاح العزة والكرامة، فواحا بعبق الدماء الزكية الممتزجة بتراب الأرض الطاهرة. التقينا اليوم واجتمعنا هنا في هذه الساعة الأكتوبرية المباركة، وهذا اليوم والشهر الأكتوبري العظيم، وفي هذه المحافظة الباسلة التي روت شجرة أكتوبر بدماء المئات من الشهداء الأبرار، ورسمت مع أخواتها في الجنوب العزيز لوحة التحرر والانعتاق من الاستعمار، وسطرت بمعية أخواتها صفحة متميزة في كتاب تاريخ النضال والتحرير. إن شبوة أيها الأخوة والأخوات الكرام تحتفل اليوم بالذكرى 54 لثورة 14 من أكتوبر، وهي مملوءة بالفخر والاعتزاز لمساهمتها في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في إشعال جذوة الثورة وانتصارها المؤزر. فبهذه المناسبة الوطنية العظيمة أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن موظفي مكتب الثقافة ومثقفي وأدباء محافظة شبوة بأحر وأزكى التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية الممثلة في شخص فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد رب منصور هادي، وإلى شعبنا العظيم الذي يخوض اليوم واحدة من أكبر وأصعب مراحل النضال في تاريخه عبر التصدي الأسطوري للانتشار الإمامي الكهنوتي والتمدد الصفوي اللعين الذي تقود عصابات الجهل والتخلف وجماعات التسلط والهيمنة التي يكمن وجهها القبيح في جماعة الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح. تلك الجماعات الإنقلابية الفاشية التي انقلبت على الشرعية الدستورية المولودة من رحم الإجماع الوطني والمتمردة على مخرجات الحوار الوطني والمرجعيات الكفيلة بإخراج البلد من أزمته الخانقة التي أوقعتنا فيها تلك العصابات الظلامية. أخواني وأخواتي الأكارم، نحتفل اليوم وكعادتنا خلال السنوات الثلاثة المنصرمة فيما دماء أخواننا من شباب الوطن ضباط وجنودا ومقاومة وقبائل تنزف بغزارة على تربة الوطن الطاهر، ورؤوسا شديدة البأس تسقط تباعا في ساحات وميادين الشرف والبطولة. نحتفل وعشرات الآلاف من أبناء هذا الوطن يقفون بثبات على خطوط المواجهة مع العدو في عسيلان بيحان وثرة وكرش والمخا والمضاربة وتعز وصرواح والجوف ونهم، متصدون ببسالة لجحافل العدوان الإنقلابي اللعين. فهؤلاء الأبطال نقف لهم اليوم إجلالا وإكبارا، داعون لهم بالثبات والنصر. ختاما أيها الحفل الكريم، أشكر لكم حضوركم هذا الحفل المتواضع الذي نشعر إنه لا يصل إلى حجم وعظمة ورمزية المناسبة، ومع ذلك أتمنى أن نوفق في تقديم ما يسركم ويحظى باستحسانكم ورضاكم. فألف تحية لثورة 14 من أكتوبر ومناضليها الأشاوس، وألف رحمة ومغفرة لشهدائها وشهداء الوطن الأبرار في كافة المراحل الوطنية، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كلمة السلطة المحلية في المحافظة يلقيها محافظ المحافظة اللواء علي بن راشد الحارثي، فليتفضل إلى المنصة. الأخوة الحاضرون، القيادات الإدارية والعسكرية والأمنية بالمحافظة، الأخوة مشايخ وعيان وشخصيات المحافظة، والحاضرين جميعا، صباح الخير، صباح الثورة والنصر، صباح أكتوبر الأحرار، صباح سبتمبر الثوار، صباح ثوري نوره من جديد بلاد اليمن الحبيب، من الآفاق للآفاق، وتحية ثورية لكم من أعماق الأعماق، تحية إجلال وإكبار الأبطال الثورة اليمنيه الأحرار
وشهدائها الكرام الأبرار ولكل الوطنيين الثوار من أبناء اليمن الأغيار. يطيب لي في هذا الحفل الأكتوبري البهيج أن أنقل لكم جميعا تحيات وتهاني القيادة السياسية الممثلة بفخامة الرئيس الأخ الرئيس المشير عبد الله منصور هادي ونائب الفريق علي محسن الأحمر ودولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد العبيد بن دغر بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. هذه الثورة الوطنية الجبارة التي صنعت تالي رادة الثورية الصلبة وحققت من جزات الانتصار على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. الأخوة الحاضرون جميعا، ثورة أكتوبر الخالدة والمجيدة تحكي قصة نضال أسطوري خاضها أبطال اليمن وثواره الأحرار، وستظل ملاحم بطولتهم خالدة في سفر الثورة اليمنية السبتمبرية والأكتوبرية الواحدة والموحدة المبدأ المصير. أيها الحفل الكريم، تهل علينا أعياد الثورة اليمنية وللسنة الثالثة على التوالي، وابن اليمن يخوضون مرحلة جديدة ومتقدمة من النضال والكفاح في سبيل الدفاع عن الثورة وحمايتها من خفافيش الظلام الذين تناسلوا من أقداث بقاياهم الأمامية ونزعاتهم الانفصالية في شمال الوطن وفي جنوبه. أيها الحفل الكريم، أنني من هذا المنبر الوطني الحر ومن شبوة الثورة والثوار وأقول لكم بثقة الرجال الوطنيين الأحرار أن النصر حليف إرادة الشعب اليمني الذي لا يقهر ولا يعرف انكسار. قريبا ستحرق نيران الأبطال قواتنا المسلحة أو كار الظلام وستدق عروشهم الواهنة على رؤوس كهنتهم من الأماميين الجدد وكل من تحالف معهم وتأمر على تدمير اليمن وتمزيقه. وفي هذه المقام لا يسعني إلا أن أحيي أبطال قواتنا المسلحة ورجال المقاومة الشعبية والأخوة القبائل والمرابطين في جبال القتال المشتعلة وهو في وجه عناصر هذه الميليشيات الباغية والخارجة عن الدين والنظام والقانون والمنقلبة على إرادة أبناء اليمن وشرعيتهم الدستورية وإجماعهم الوطني ونظامهم الجمهوري. وإنها لفرصة ثمينة أقبل أجباه هؤلاء الأبطال الميامين والمقاتلين في جبهات بيحان ونهم وسلواح وتعز وحجة والبيضة والحديدة والذي يلقنون عناصر الميليشيات الخونة دروسا في النضال والتضحية من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وحمايتها وتأمين مواصلة مسيرة تحقيق أهدافها الوطنية النبيلة وحماية مشروعها الوطني والحضاري الكبير. وإننا على استعداد للموت جميعا في سبيل ذلك ويادينا على زناد الطلقة الأخيرة مع الحياة الحاملة في جنابتها أمانة المشاعل الثورة التي لن تنطفي أو تموت. كما نجدها فرصة مناسبة لنحيي قادة دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة العربية المتحدة والتي هبت كعاصفة بالعاصفة لنجدت أخوانهم في اليمن العروبة والإيمان وشد مواقفهم وتعزيز جبهات صمودهم في وجه الانقلاب الثنائي الأمامي والصفوي والدموي ووضع حد نهائي للأطماع إيران ومشاريعها الطائفية والمذهبية في المنطقة. يا أبناء شبوها الوطنيين الأحرار، ما أجمل أن نغني لأفراح الوطن وجراحاته مفتوحة وندية وتسيل دمائهم الغالية في السهول وفي الجبال وفي المدن لنا واثقين من انتصار العدالة الدفاع عن قضية اليمن الكبرى ومشروع وجوده الإنساني والحضاري المعاصر، مشروع الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة التي أعلن عنها فخامة الرئيس الجسور عبد ربه منصور هادي حفظه الله. ونقولها بكل افتخار أن خط وثيقة
وثيقة الأنصار لها اليوم بالدم في كل جبهة، في كل جبهات، وسترفع رايتها خفاقة من قمم التضحيات. الأجسام التي يسطرها أبناء اليمن اليوم بدان لمستقبلهم الموعود بها، والذين سيحقق غاياتهم المنشودة في الحرية والعدالة والمساواة والبناء والتنمية. الأخوة والأخوات، نحتفل ونعض على الجراح ونمضي في شبوه برعاية كريمة ومباشرة من فخامة الرئيس المشير عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر صالح ودولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دار. اختلف الأوضاع بشبوه التي باتت والله الحمد تنعم بتقدم ملحوظ ومشهود في الجوانب الأمنية والعسكرية والإدارية. ومن هذا المنطلق دعوني أعبر باسمكم جميعا عن أسماء آيات الشكر والامتنان لقيادتنا السياسي على اهتمامهم المتزايد بشبوه ودعمهم الجهود قيادتها المحلية من أجل تحقيق النهوض بمختلف الأوضاع فيها. وأقول لكم بنشبوا على موعد قريبا في تحقيق الانتصار على الميليشيات وتحرير ما تبقى منها، وعلى موعد أجمل بحل المشكلات التي تواجهنا في قطاع الكهرباء وغيرها من القطاعات الأخرى. ورحب بانطلاقة أعمال الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بالمحافظة، والذي تقود جهود لإعادة الاستثمارات العاملة في قطاع النفط في المحافظة. وبمناسبة أن أجدد دعوة قيادة المحافظة وترحيبها بعودة عمل الشركات النفطية بالمحافظة. ويسعدني أن نعلن عن الرغبة في العمل معها من أجل تحقيق توطين الاستثمارات النفطية في المحافظة. قيادة الصناعات النفطية الكبيرة في المحافظة مع التأكيد على عزمنا الشروع في إنشاء أول ميناء بحري بالمحافظة، وسما يحدث نقلة نوعية في المحافظة وتعزيز روافد التنمية المحلية. أيها الحافل الكريم، لنا من اليوم سنعمل على تدشين خطة جديدة للنظافة والتحسين بالمحافظة، وسنتمكن من خلالها التطلع على الأوضاع المزرية التي تعيشها عاصمة المحافظة.
هذا الحفل الخطابي والفني بمناسبة العيد الوطني 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. نبقى وإياكم الآن مع أغنية بعنوان يا محسنك يا صغير من كلمات الشاعر محمد مهدي الذيب، لحن تراثي وغناء الفنان عبد الكريم محمد الصبان.
صغير. هذه الأنشودة من كلمات الشاعر محمد مهدي الذيب، لحن تراثي وغناء الفنان عبد الكريم محمد الصبان. الحاضرون جميعاً، الحفل الكريم، لازلنا موعودين بفقرات متعددة من التراث الشبواني الجميل التي تزخر به محافظتنا الحبيبة محافظة شبوة، ونتنقل وإياكم من فقرة إلى فقرة. نبقى الآن مع أغنية بعنوان القلب خيرناه من كلمات الشاعر محسن خيران، الحان وغناء محمد سالم خميس. وقتاً ممتعاً. بالبير بختار السكن حصن الغراب.
حصن ما بنساك محسوب لك حساب في البير مختار السكن حصن الغرام. شادوا للفدعاني شيبه وشاب بير مختار السكن حاصل باي شادوا للفدعاني شيبه وشاب باي شادوا للفدعاني شيبه وشاب في البير باي شادوا للفدعاني شيبه وشاب في البير في البير في البير بختار السكن حصن الغرام. شكرا جزيلا سالم خميس بهذه الأغنية الجميلة. حفلنا الكريم، الحاضرون جميعا، إن الحديث عن مناسبة مهمة كثورة 14 من أكتوبر يشكل كثيرا من المعاني والمشاعر العميقة التي تبعث على الفخر والاعتزاز لكونه حديثا عن ثورة هي واحدة من أهم الثورات الإنسانية في العالم التي وجدت من أجل تحرير الإنسان من الاحتلال البغيض للعيش بكرامة وحرية. متواصلون نحن معكم في فقرات هذا الحفل الخطابي والفني بمناسبة العيد الوطني 54 لثورة 14 من أكتوبر الذي يقيمه مكتب الثقافة بمحافظة شبوة، ونبقى وإياكم الآن مع قصيدة شعرية للشاعر يوسف حسين المرزقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة احتفالات شعبنا العظيم بالعيد 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، أهدي هذه القصيدة الشعرية إلى فخامة رئيس الجمهورية المناضل المشير عبد ربه منصور هادي. سلام لك المارشل عبد ربه منصور هادي يا ابن منصور هادي، النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور هادي. دونت من أسمائك المستحبة معاني من أفكاري وحسب اعتقادي، العبد ربه ما بيخذلها ربه منصور قهار الخوان والأعادي. هادي شبيه البحر والعمق غبة لا ثار مظلم لو تشوفه رمادي، النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور هادي. هذا البيت أبغاكم تتفاعلون معه وترددونه معي. النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور هادي، قاد السفينة رغم الأوضاع صعبة موقفه من الأطراف موقف حيادي، قايد محنك والمثل ينضربه في الشرق الأوسط حاز موقع ريادي. النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور دونت من أسماءه المستحبة ومزجتها بعياد ثورة بلادي، أبيات وتهاني لهادي وشعبه ولليمن ذي حبها في فوادي، وللقايد المغوار ذي هو بجنبه وللشيخ بن راشد ومنهم بجنبه والمحافظة شبوة قيادي. النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور. واكتوبر التحرير بان احتفل به، ثاروا بها آباءنا والجدادي ولقنوا المحتل درسا وضربة، ثوار اكتوبر قهاروا الأعادي. وثلاثين نوفمبر خسر وانسحبه آخر بريطاني خرج من بلادي، النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور. وسبتمبر التاريخ دق المنبة بداية لتحرير كل البلادي، على الإمام الطاغية الثار شعبه وتصدروها الحاشدي والمرادي، ومن حضرموت ولحج وبين وشبوة مع أبطال سبتمبر ذكار وجدادي، النصر لك والمجد يا عبد ربه والشرعية لك يا ابن منصور.
تاريخ والتاريخ بان احتفظ به، وفي كل عام بحتفل يا عيادي، ومن قضى نحبه بنمشي بدربه، ولا بالفرط في الوطن والمبادي. النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. وقولوا لعبد ايران عودة الصعبة، وقولوا لعبد ايران عودة الصعبة، وصعب المحتل ترجع بلادي، افدي اليمن دمي هواه وتربه، بلادي اليمن في حبها في فوادي. النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. لا بد من صنعاء تقع يوم هبة، لا بد من صنعاء تقع يوم هبة، ولارفع على مران راية بلادي، ويخضع لك شماله وشرقه وغربه، وتقيم دولة يا ابن منصور. النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. وترجع أوضاع اليمن مستتبة، وترجع أوضاع اليمن مستتبة، ولازم تعزز وضعها الاقتصادي والحكم والثروة اللي قليل نسبه فدرالية في ظل الحكم اتحادي. النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. وشكرا لخونا ذي دعمنا بسربه. النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. هادي وشكرا لخونا ذي دعمنا بسربه، وشارك بجيشه واخوته العتادي، سلمان وابنه ذي العرب تفتخربه، وعيال زايد ذي لب المنادي. النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. هادي وسلامتكم. كلمات جميلة جادت بها قريحة الشاعر يوسف حسين المرزقي بهذه القصيدة، والتي بعنوان النصر لك والمجد يا عبد ربه، والشرعية لك يا ابن منصور. هادي حفلنا الكريم، متواصلون نحن معكم في فقرات هذا الحفل الخطابي والفني، وكما وعدناكم أن هناك فقرات جميلة سنقدمها لكم من التراث الشبواني الجميل التي تزخر به محافظة شبوة. نبقى وإياكم الآن مع لوحة فنية جميلة سيمتعنا بها أعضاء فرقة الرقص الشعبي بالمحافظة، وهي رقصة شعبية شبوانية تراثية بعنوان الجبلية، يقدمها أعضاء فرقة الرقص الشعبي بالمحافظة. رجاء أن نسمع لهم تحية قبل الظهور. Thank you.
ليت ايش معاش خلينا ننام. يا ليت قوم الحق الحق. وش معاش؟ الحق اللي شل البندق وخرج. ايش تبين منه خليه؟ لا اقول لك الحق ايش تبين منه؟ لا البندق خرج السوق. انا مالش منه قلت البندق بلا رصاص. كيف بلا رصاص؟ وين رصاصه؟ مرهون عن صاحب القاه. الا اذا شغلتكم تشلون رصاص ترهنون وانا اقول له معلق انه في الحوش. ما هو شيء معلق في الصاله حتى. مالش منه مالش منه، اليوم شيلنا فطوره وماشي. لا همك بطنك من الصبح. قل يلا اليوم قم صلي الفجر شعك ما حتى صلي. انا ابو صلوح. كيف ابو صلوح؟ قم قم صلي الفجر شعك ما صليت. قم 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 ولا ادق على ذي الليل خليها يجي. يجيش الان اسمع اسمع صوته جاي قد من قده. اليوم ماشي صبر حق القاد وكيف؟ على بابه. علمك علمك. اليوم يا ابا وكيف؟ ايش تبا؟ لا با حق القاد. لا تامر في حق القاعد منين جيت الحين تو بندقك؟ والله اليوم لقينا مصيبه. كيف لقيت مصيبه؟ الله بيضنا وجيهكم. كيف بيضنا وجيهنا بالمصيبه؟ ايش من مصيبه لقيتها؟ اصبح علينا. يا ابا تذكر جدي علي دي قتل قبل 70 سنه؟ ايه وش ذكرك به؟ ايه ده يتذكرنا الموتى. ايش تبين انت يا عجوز السكن؟ على من؟ الفنا ما نشي عليش. اسمع يا ابه تذكره؟ ايه وش ذكرك اياه؟ والله شعنا خلصنا به اليوم. كيف خلصت به؟ والله ما احنا طبينا واحد حمر عين. كل غيرها طب الرجال قد مات قتله مات بسرطان وانت تجي تطب واحد ثاني؟ يا جده طارف غريب ايش تبين؟ كيف قلتوا؟ والله جا عيال عمي وقتله واحد صمصوم حمر عين. كيف وراكم تقولون كذا تقتلون؟ يا جده ايش تبين؟ طارف غريب من جا قتل؟ ما هم قتلوا جدنا يروح دمه بطره؟ يا ولدي قتلوه بالخطا قالوا. المهم قتلوه بالخطا ولا ما احنا خلصنا. هلا وكيف ذي الحينه؟ والله يا ابا الدنيا عدي بجيب الرصاص من عند صاحب القاعد. هذا مهرتكم ذا وكيف ذي الحينه؟ الطارف غريب من جاء قتل ما يصلح ذا حرام ما يجوز. نعم يا ولدي شال القتل حرام والله يقول سبحانه وتعالى من قتل مؤمن متعمد فجزاء جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. هو ذاك اللي ما له بيفهم؟ الله ذي الحينه وكيف؟ ما احنا قد قتلنا. والله له انت بس اللي ابوك مغير قد ماشي معك رصاص. والله يا جدي اسمعي لا قد القتل حرام ما احنا ما عاد بقى قتل. والله ذي الحينه وكيف؟ قولي لهم يا امه كيف ذي الحينه؟ والله قدهم يفهمون ما شاء الله كم من عاصر شنب قدامي يفطنون الثار قده حرام والطارف غريب منفوذ لا قد القاتل بيقتل بيسلمون اهله اللي احسن له. هذا وشكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بالقلب واغليته ولقيت له من كل شيء غالي لا يحسب اني قلت ناسيته وغاب لحظة من على بال غالي سكن بالقلب واغليته لقيت له من كل شيء غالي والله ما معك الا هو شعبنا ولا
اللهم اعط له ولد الليل على الناس وانت نصهم. تمام. هلا 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 هلا
قال الفتى بالعمى
لا مت لا تقبروني من راس حدث قالوني خاف ان في الحيدر ويان فهلا عبنا لا مت لا صالح محمد يا اهل الهوى ساعدونا يقول صالح يقول صالح محمد يا اهل الهوى ساعدوني فكوا طريق المحبه بشوف خلي بالعيام فكوا طريق المحبه فكوا طريق المحبه بشوف خلي به يقول صالح محمد الخضر جيت عاني لكن لا تسألوني قال الخضر جيت عاني لكن لا تسألوني يا رب فرج علينا يوم تحنان منا يا رب فرج علينا يوم تحنان منان راحوا محبين قلبي دي في الهوى يفهموني ألا راحوا محبين قلبي دي في الهوى يفهموني أرقص أرقص وغني معاكم لكن ما نبغى الهام هلا ارقص وغني معاكم لكن ما نابولان تعبان تعبان ملون يهلي خلاص ما عاد يبوني تعبان ملون يهلي لكن ما عاد يبوني اويكم يوم ازرح فاضي ساري وليمان هلا اويكم يوم ازرح فاضي ساري وليمان اليوم قد زاد همي اليوم زاد ديوني هلا واليوم قد زاد همي من يوم زاد ديوني لعشر شهور وانا كذاب خسران طفران اليوم قد زاد همي من يوم زاد ديوني هلا واليوم قد زاد همي من يوم يا الحريم وين جاء؟ يا الخضر بعد هذا وتعال خذ يا سلم حجر يلا يلا بالسري لا بالسري لا بازامل مني سلام الفين كل اللي يسمعه ما يرخي الماطر وما سيله يسيل مني سلام الفين كل اللي يسمعه